مباراة بأهداف متباينة. الأفضلية في شوطها الأول كانت لجمعية تشلف عن طريق هذه الكرة الثابتة من تجار، وجدت نعماني بالرأس لكن زيماموش كان يقظا، وكاد تجار أن يباغت زيماموش عندما نفذ ركنية مباشرة أخرجها حارس الاتحاد بصعوبة في الدقيقة 22. وفي النصف ساعة الأول الشافعي كآخر مدافع تعمد لمس الكرة، الحاكم نسيب منحه البطاقة الصفراء، قرار أثار احتجاج لاعبي شلف. جمعية شلف في غياب العديد من اللاعبين الأساسيين وصل الضغط في أخطر فرصة عند الدقيقة 36 عندما صد القائم كرة بالرأس من ملياني، انتهى عليها الشوط الأول كما بدأ دون أهداف. بداية الشوط الثاني كانت لاتحاد الجزائر بهذه الكرة الثابتة من شافعي، جنبت القائم لمرمى صالحي في آخر فرصة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل دون أهداف.